Education is a fundamental human right. It is vital for individuals to live healthy and fulfilling lives. I am convinced it is also the best way to rebuild societies emerging from conflicts. لا شكر يعني سبب أنا ترى وقت من جيد القراءة والكتابة فهسا من أتابع يعني آية قرآنية يعني زيارات من أتابعها يعني أقدر أقرأ لها ومثلا الحمد لله شكر يعني حتى لو كتاب رسمي يعني يجي من أي شيء يعني من بابه من مسؤول عليه يمتني أقدر أقرأ والحمد لله شكر يعني ما صعب عليه. احنا قبل والله انا كلش ما نعرف نمشي لطبيب نمشي لهذا مشيت للطبيب ما اعرف استحي اسالهم اقول لهم وين الطبيب صعدت من صعدت لما صعدت للطرفه لقيت محامي ومحافظ سالتهم ضحكوا علي هسه لا الحمد لله والشكر اميز هذا من هذا اميز الطبيب اميز الدواء قراءه وعرفه اميز الدكتوره اللي ردنها اروح ليها اعرف اسمها الحمد لله والشكر قبل احنا الصلاه ما نعرف الوضوء هسه لا تعلمنا على الوضوء الصلاه هسه مثل ما نصلي قبل صلاه الظهر ما نميز مالت العصر من مالت الظهر هسه على عصرنا نميز هاي مالت العصر وهاي مالت الظهر هم الحمد لله والشكر صرنا نعرف ايات صرنا نقراها ونعرف بس عافيه سو احسنتي سو ورد كل زين يلا صدقوني هسه أني أحس بنفسي إلي قيمة وإلي كرامة مو مثل قبل، قبل كان كل شيء ما أعرف، كنت مثل أعمى، هسه يعني أفتخر بنفسي وأفتخر بجهالي بأن يسألوني وأقرأ، وهذا المحوى الأمية كلش استفادينا من عتها، وكلش يعني شيء رائع، مو تقولون يعني ولا شنو هاي لهوة واحد بس يطلع بيها ويروح ويجي، لا. هاي تعلمنا من قراية والكتابة والحمد لله. من بيش تركي ساب لين باش داري كم لا بنكي فرك الدنيا قرشي هواري شار بنكي خبين دن بيش تر تواني باش تبخي الموانا اشتيشي كم تكا دابرا بنا خبين دن اسا كهول ما واتو شو متو بنكي اسفاد ليكي باش ملي كردوا محو الأمية وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية الفعالة والمساهمة في السلام التنمية البشرية والحد من الفقر إن محو الأمية مهم أيضا لتنمية الأشخاص وتمكينهم على مر العقود مر العراق بالعديد من الأزمات بما فيها الحروب والعقوبات الاقتصادية والسياسات العسكرية والاحتلال وانعدام الأمن وانعدام الاستقرار السياسي وقد كان لتداعيات الاضطرابات المتراكمة على مر 30 عاما الأثر الشديد على النسبة الإجمالية لمحو الأمية في البلاد وتقدر معدلات الأمية المحلية بحوالي 20% في العراق وتتأثر النساء على وجه الخصوص بمشكلة الأمية وخاصة في المناطق الريفية حيث أن ما يقارب 50% من النساء ما بين السن 15 و24 هم من الأميين مقارنة بما نسبته 28% إلى 30% من النساء في المناطق الحضارية والعاصمة ولمواجهة هذه التحديات قامت اليونسكو بالتعاون مع الحكومة العراقية والمجتمع المحلي بإطلاق مشروع مبادرة محو الأمية من أجل التمكين لايف في عام 2010 بدعم من سمو الشيخة موزة بنت ناصر السيدة الأولى في دولة قطر ومبعوث اليونسكو الخاص بالتعليم الأساسي والعالي ويهدف مشروع لايف إلى ضمان تشكيل استجابة لمحو الأمية منسقة وعلى مستوى الدولة لتلبية احتياجات التعليم للأميين في العراق للمساهمة في بناء مجتمع متعلم ومسالم في العراق وأهم أهداف المشروع هي بناء القدرات المؤسسية المطلوبة لتطوير سياسات مستدامة وتمكينية لمحو الأمية والتعليم غير النظامي إنشاء قوة دافعة لرفع الوعي والالتزام تجاه تضافر الجهود في مجال محو الأمية والتعليم غير النظامي تعزيز الشراكات والتوعية على المستويين الوطني والدولي
تعزيز قدرة وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في توفير برامج مستدامة وتمكينية لمحو الأمية والتعليم غير النظام. دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لضمان تقديم برامج فعالة في مجال محو الأمية والمهارات الحياتية. والإنجازات لغاية الآن هي تطوير الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2010 لغاية 2015، تطوير مواد جديدة لمحو الأمية والمناهج، إنشاء الشبكة الوطنية لمحو الأمية في العراق بالشراكة مع وزارة التربية ل 260 من المنظمات غير الحكومية المحلية، إطلاق المبادرات الرائدة والمبتكرة لمحو الأمية للتمكين لاستهداف أكثر من 7000 من الأميين المستضعفين، إطلاق حملات التوعية على المستوى المجتمع المحلي لاستهداف النساء الضعيفات والشباب في المناطق الفقيرة. سيستمر اليونسكو بالعمل مع الحكومة العراقية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف محو الأمية بتقليل نسبة الأمية إلى 50% بحلول العام 2015 وبناء مجتمع متعلم قادر على تحديات المستقبل.